الأعزاء المشاهدين، برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم بيتك مملكتك. في حلقة النهاردة هنواصل تجميل بيوتنا، بنعمل أباجورة كده بسيطة وجميلة، وهنعملها بإيدينا كلها. ممكن نغير بس شابو بتاع أباجورة عندي، مثلا عندي أباجورة الشابو بتاعها استهلك وبقى شكله مش حلو أو بقى شكله تقليدي، عايز أغير شكل الشابو خالص، أغير وضعه وأغير قماشه والكلام ده. أو مثلا عندي شابو عايز أغير لون القماش بس عشان يتناسب مع المكان اللي هتحط فيه، سواء كان غرفة نوم أو في ريسبشن أو كده. أو مثلا عايز أعمل الأباجورة من الألف للياء، فمثلا لو ما عنديش الأباجورة اللي هي هركب عليها الشابو، ممكن فازة عادية، وفي ماسورة اسمها ماسورة نجفة بجيبها من عند بتوع الكهرباء. ماسورة نجفة بيبقى فيها الصواميل بتاعتها، بحط السلك من جواها وركب فيها الدواية بتاعتي من فوق، و ببتدي احطها جوه الماسوره، والسلك بيطلع برضو ويتوصل له المفتاح بتاعه ويتوصل في الكهرباء، ما بقاش فيه مشكله خالص. فدلوقتي المهم ان احنا الشابو نفسه اللي احنا هنعمله، الشابو ده عباره عن جزء بيركب هنا، جزء بيركب بالصاموله اللي هي بتاعه الدوايه نفسها اهي، وراح شايل الشابو كده، ده بيركب هنا، ده فتحة دي بتركب هنا كده، وبربط عليها بالصامولة بتاعت الدواية، دي صامولة الدواية. لما بعوز اشيل الشابو بروح شايل الشابو كده، ويبقى عندي الأباجورة من غير الشابو، بركب الصامولة بتاعتها. تمام، دلوقتي هنعمل زي ما قلنا شابو جديد، هنعمله بالسلك، هنعمل السلك بايدينا، والكسوه كمان هنعملها بايدينا. فبالطريقه دي هيبقى عندك اباجوره انت عملتها او انت عملتيها بايديكي، هيبقى شكلها جميل جدا، تتناسب مع القماش بتاع الانتريه اذا كنت هحطها في الريسبشن او مع غرفه النوم. بختار القماش اللي انا بحتاجه، لازم يكون القماش فيه خاصيه المط، القماش بتاع الاباجوره لازم يكون فيه خاصيه المط، فده القماش زي ما احنا شايفين بيمط اهو، لازم يكون بيمط طول وعرضي اهو. ليه؟ عشان يبقى مشدود على الشابو بتاعي كويس، وبلزقه طبعا بالشمع، مسدس الشمع، يبقى القماش بتاعي مشدود على الشابو شكله كويس، وفي نفس الوقت ما يبقاش في حته مثلا مهردله او حته نازله او الكلام ده، فلازم يكون في خاصيه المط دي. دلوقتي ده سلك عادي خالص، سلك مجلفن او سلك عادي، ده بنجيبه من عند بتوع الحدايد. بجيب السلك طبعا بالتخانه اللي هي المناسبه بتاعتي، لانه في سلك اثخن من كده وفي سلك ارفع من كده، فده مناسب جدا يعني. ببتدي بقى اقطع المسافات بتاعتي، مثلا اللي هي الاعمده دي، مثلا انا هعمل شكل جديد غير الشكل ده خالص، عايز اعمل شكل من فوق زي ورده وتحت نفس الورده، بس اللي تحت طبعا هتبقى كبيره عن اللي فوق، وفي بينهم اعمده توصيل دي. فمثلا هبتدي انا اقطع دلوقتي اعمده توصيل، ولازم اقطعهم قد بعض بالظبط. ف مثلا بقطع سبعة، بستخدم الخيط في تربطهم، يبقى الخيط والقماش والشمع أساسيين في تركيب الشابو، والسلك طبعا كده مثلا. مفيش منع أبدا إنك تقيس السلك بتاعك، لو أنت مثلا أو أنت خايف لحسن يبقى حاجة أكبر من حاجة كده. خمسة سبعة، بعدلهم شوية كده كلهم عشان يبقى الأعمدة بتاعتي عدلة. طبعا الكيرف ده جاي من السلك نفسه عشان السلك ملفوف،
لكن انا بعدله كده بايدي بسهوله. بالطريقه دي. وهنشوف ازاي هنجمعه مع القعده ومع الجزء اللي فوق بتاع الشابوه. كده عندي 7 قطع متساويين. تمام. ببتدي اعمل الجزء اللي تحت زي ما قلنا. مثلا ادي 1 2 3 4 5 6 7. ده هيكون الداير بتاعي اللي تحت، بس زي ما قلنا هنعمل فيه اشكال كده عشان يديني شكل وردة مثلا. باجي هنا كده عشان اعمل الجزء الثاني. وهكذا لغايه ما اكمل ال7 اجزاء بتوع ال7 باكيات بتوعي. تمام. في النهاية هلفها على بعضها، هنشوف ده بس لما نقطع بقى السلك بتاعنا. مثلا الوردة الصغيرة بتاعتي بقى كده مثلا 2 3 4 5 6 7. ابتدي اقطع الوردة الصغيرة بتاعتي واعمل حساب الايه الحتة اللي انا هربط منها السلك. السلك ده كله هيتربط مع بعضه بالخيط. عندي خيط قوي. ثلاثة. أربعة. بحاول أخليهم قد بعض كده. خمسة. وهكذا لغاية ما أعمل السبعة بتوعي. وبعدين بلمهم مع بعض بيدوني الوردة اللي فوق. بمسك الأعمدة بتاعتي وابتدي أتنيها 2 سنتي واتنين سنتي من هنا. كلها بعملها بالطريقة دي. 2 سنتي من هنا واتني 90 درجة. تمام.
بالطريقه دي. ليه التانيات دي؟ عشان دي اللي هربطها، هربطها بالخيط بتاعي مع السلك بالطريقه دي، بالطريقه دي مثلا، واحده اثنين وهكذا. تمام. بعد ما بخلص تاني الاعمده بتاعتي بحطهم كده جنب بعض عشان اتاكد انهم ارتفاع واحد، عشان ما يبقاش الشابو بتاعي مايل من ناحيه. بالطريقه دي. طيب عندي الاعمده بتاعتي اهي، متساويين الحمد لله كلهم مظبوطين. تمام. وزي ما قلت الجزء بتاعي الكبير اهو. أربعة. حاول أخليهم قد بعض. خمسة. كمان الزاوية بتاعتي دي يعني لازم أوحدها. ليه؟ عشان يبقى الداير بتاع اللي تحت ده مظبوط. عندي كده ستة. احنا قلنا هنخليها ايه، سبعة. كده السبعة بتوعي. وبعدين ده اللي هيتعمل في الايه، في الاولاني ده بالطريقة دي. تمام. بالطريقه دي. وبعدين هبتدي افتحها واظبطها كويس، اظبطها كويس وافتحها كده. واحده مقفوله بفتحها شويه، واحده مقفوله بفتحها، او واحده مفتوحه بقفلها، بحيث ان ايه يبقى السبع باكيات بتوعي مظبوطين واجمعهم مظبوط مع دي. كده بالطريقه دي تقريبا انا جمعتها. وبعد الفاصل هنشوف مع بعضنا ازاي نكمل الاباجوره بتاعتنا. مرة تانية بنلتقي وبنكمل الأباجورة بتاعتنا. ده بيبقى الشكل تقريبا. احنا عملنا في الفاصل الجزء ده، عملنا الشاسيه ده عشان وقت التصوير يعني. لكن ده بيبقى القاعدة اللي هي دي، ده شكل القاعدة اللي هي دي بالظبط. وده الجزء اللي فوق، ده الجزء اللي فوق اللي هو بيركب هنا اللي هو ده. تمام. وبينهم الأعمدة بتاعتنا زي ما قلنا، الأعمدة بتاعتنا بالطريقة دي. في كمان جزئين صغيرين كده بنعملهم اهم، دول اللي هيخشوا في الايه، في الدوايا عشان يمسكوا الشابو بتاعنا اللي هم دول. تمام. بنعملهم كده، نجيبهم كده في النص ونحطهم على بعض، وبعدين نبتدي نشيل الزيادات. نتني كده مثلا الحتة دي كده، نتنيها وبعدين نشيل الزيادة. تمام. والناحية التانية نفس الشيء، وهيتربطوا معانا برضو بالخيط زي ما احنا عملنا، زي ما حضراتكم شايفين كده. الخيط بتاعي بيربط الأجزاء مع بعضها بالطريقة دي، بالطريقة دي بربط. لازم العمود ده نفسه هيبقى ايه، مع الزاوية كده، واحطها كده وابتدي اربط بالخيط واشد الخيط بتاعي عشان يبقى قوي بالطريقه دي، عشان الرباط بتاعي يبقى قوي. بالطريقه دي.
وبعدين بربط الخيط بتاعي ربطة كويسة. بالطريقة دي بربطه، وبعدين بلف الخيط نفسه على السلك لحد ما اوصل للجزء الثاني، وابتدي احط الجزء الثاني والثالث وهكذا. تمام؟ لما بنربط طبعا في البداية بتبقى سايبة شوية، لان السلك ده الرباط ده مش لحام، ده مجرد رباط. لكن لما بتتربط كلها وبعدين بنركب الجزء اللي فوق، تربط كويس وبنركب الجزئين دول، بتبقى قوية زي ما احنا شايفين كده. يعني فيها متانة وفيها قوة، وبطمن ان هي هتشتغل كويس معايا. دلوقتي هنبتدي نحط الشابو بتاعنا على الأباجورة ونشوف شكله عامل ايه. احط الشابو بتاعي على الأباجورة او الشاسيه بتاعي، هو لغاية ما يركب عليه القماش اسمه شاسيه. تمام؟ واربط الصامولة بتاعتي كويس. طبعا الشابو لازم يكون حجمه مناسب للأباجورة نفسها عشان يبقى ايه، يعني شكله كويس مقبول. ما اعملش شابو كبير قوي على أباجورة صغيرة، ولا اعمل شابو صغير على أباجورة كبيرة. تمام؟ ده هيكون شكل الشابو وهو لسه ما اتعملش. تمام؟ دلوقتي بفك الصامولة مرة تانية عشان نبتدي نكسي الشاسيه بتاعنا ده بالقماش. زي ما قلنا الخاصية الهامة في القماش هي انه يكون بيمط، وفي نفس الوقت يكون اللون اللي انا عايزه. يعني لو مثلا قماش فيه لمعة زي القماش اللي احنا جايبينه كده بيكون كويس. هنبتدي بقى نركب القماش بتاعنا. نبتدي نركب المسدس الشمع بتاعنا. ده مسدس الشمع اللي هنستخدمه في لزق القماش. هنحط الشابو كده الأول عدل، وبعدين نشوف القماش بتاعنا هنركبه ازاي. ده العرض بتاع القماش، وده الطول بتاعه. طبعا هنخلي الطول مناسب للايه، للقعده من تحت كده. هيكون ده الشكل تقريبا. وبعدين نبتدي بقى ايه، نركب القماش بتاعنا بالطريقه دي. بنركبه، بنحط طبعا شمع على الاحرف ونلزقها، نلزقها كويس عشان ايه، ده مسدس الشمع. هو بس ثواني هيسخن شويه. برضو نعمل حسابنا، نقيس كده الطول بتاعي هيكون كويس. تمام، عندي طول كويس وعندي زياده كمان، هقطعها لما اخلص اللزق الداير بتاعي. ابتدي لزق الداير مثلا، هبتدي احط الشمع بتاعي على القماش والزقه بالطريقه دي. اول جزء الزقه كويس، مفيش مانع ابدا ان انا اثبته كويس. وابتدي بالطريقه دي امشي جزء جزء كده. احط الشمع بتاعي والزقه من الداخل. الطريقة دي
باجي هنا وبالمقص كده وافرغ بس فراغ بسيط عشان لما اعمل الجزء التاني يبقى ايه ما عنديش مشكلة. تمام. بفرد كده القماش عشان اعرف احط الشمع بتاعي. على حرف القماش. بعدين ابتدي الاحظ انه لازم اشد شوية القماش بتاعي عشان ايه يطلع شكله كويس. وامشي على طول بالشمع. على الاطراف. الطريقة دي. استمر كده في اللزق. زي ما احنا شايفين كده لزقنا القماش بتاعنا وكمان لزقنا الفرنشة بتاعتنا بالطريقة دي. بالطريقة دي. وبنقص بقى القماش الزايد الفرنشة الزايدة. تمام. عندنا كمان الشريط ده هنركبه من أعلى بالطريقة دي. حط كده نقطة واحدة على كل جزء عشان يلزق الشريط بتاعنا. الطريقة دي. خلونا دايما يعني نستسهل الموضوع ما نستصعبهوش عشان نلاقي يعني الموضوع سهل. ما بلاش يعني حتى لو في مثلا قماش عاجبني بس المطة بتاعته ما فيهوش مطة فمش هيشتغل معايا فمش مشكلة ابدا ان انا اركبه. ممكن اختار بس حاجة قريبة منه مثلا في اللون وتكون مناسبة في المطة عشان المطة دي مهمة جدا بتاعت القماش عشان نقدر نركب. كده خلصنا تقريبا الشابوه بتاعنا وهنبتدي بقى نركبه في مكانه زي ما احنا قلنا كده في الاول انه بيركب وبركب الصامولة دي فوقه بتاعته عشان تمسك الشابوه. ابتدي اركب اللمبة بتاعتي
وبالطريقه دي بنكون خلصنا الاباجوره بتاعتنا وبننورها. نلتقي ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله. فالى ان نلتقي اترككم في رعايه الرب وامنه.